شجر رسول احتلم فأفتاه بعض الناس بهجوم الرسل اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. هلا سألوا إذا لم يعلموا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدين الكرام في عدد جديد ومتجدد من هلا سألوا عبر خامسة التلفزيون الجزائري قناة القرآن الكريم. نرحب في بداية برنامجنا بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور كمال بوزيدي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. وبكم أهلا وسهلا. ربي يحفظك ويبارك فيك أجمعين. كما نسعد أيضا بالترحيب بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن زعمية. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. وبكم أهلا ومرحبا أستاذ. الله يحفظك ويبارك فيك. كما نسعد أيضا مشاهدينا الكرام مباشرة في استقبال اتصالاتكم واستفساراتكم وانشغالاتكم الدينية والفقهية عبر الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة من حين إلى آخر. الزملاء حاضرون في استقبال هذه المكالمات، والشيخ كمال والشيخ محمد بن زعمية في الإجابة عنهم بإذنه تعالى. شيخ محمد، هناك سؤال أتانا للبرنامج. سائل الأخ مختار من تبسة يقول: أنا أصلي النوافل والصلاة المفروضة، أقرأ فيهم ما تيسر من القرآن الكريم وأزيد آية، يعني بعد ما يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن يزيد آية: إن الله وملائكته يصلون على النبي، لزيادة الأجر في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذه الزيادة تؤثر في صحة الصلاة؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا قرأ الإنسان القرآن الكريم بعد سورة الفاتحة فهذه القراءة حكمها أنها سنة في الفريضة ومستحبة في النافلة، والقراءة أمرها واسع، له أن يقرأ السورة كاملة أو جزءا من السورة، أو يقسم السورة، أو يقرأ كذلك، يجوز حتى قراءة الآية التي يعني تكون آية طويلة مثلا، أو حتى جزء من آية إذا كان له معنى، يعني فهذا الذي قرره العلماء والفقهاء. ويجوز كذلك الإنسان مثلا يقرأ سورة ويزيد سورة أخرى كذلك، أو يزيد آية، كما كان ذلك الصحابي الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقرأ لأصحابه السورة بعد الفاتحة ويقرأ بعدها سورة الإخلاص، ويرى أنه لا تجزئ حتى يقرأ سورة الإخلاص. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك، فسأله: لماذا تفعل هذا؟ قال: إني أحبها، يعني فهو قال: إن فيها صفة الرحمن وإني أحبها لذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر فإن الله أحبك لحبك إياه. فهذا كله أمر واسع القرآن، المهم أن لا يعتقد أنها سنة، وإنما يفعله من باب القراءة، يعني لا بأس يعني. وكذلك الدعاء أثناء القراءة لا بأس به، سواء في النافلة أو في فرض، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مر بآية فيها رحمة دعا بالرحمة، وإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ بالله من العذاب، وهذا لأنه يتفاعل مع القرآن ويتأثر به، وهذا أمر مهم جدا في التعامل مع القرآن الكريم. بارك الله فيك. الله يجزيك خير. نستقبل أول مكالمة. الأخ عبد الكريم من البويرة، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وشرك الأخ عبد المنعم، لا بأس. الحمد لله، ربي يحفظك وأنتم، لا بأس. والله لا بأس، خير. الحمد لله. أراكم نورتونا الشاشة، بارك الله فيكم. بنوركم، ربي يحفظك يبارك فيك. الله يجزيك. والله أنا عندي أسئلة ما طرش عليك أخي عبد المنعم. تفضل. السؤال الأول فيما يخص إقامة الصلاة. إقامة الصلاة. إقامة الصلاة وتكبيرة الانتقال. أنا دائما كي نصلي سواء فردا ولا بالعائلة نديرها جهرا. نعم. جايزة هكذاك ولا لازم جهر خفيف؟ نعم. والسؤال الثاني فيما يخص واحد تيجي يتوضا، هل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، يقول بسم الله ويتوضا، ولا يقول بسم الله، هل سرا ولا جهرا؟ نعم. سؤال واضح. واضح. وسؤال واحد آخر، واحد كيدو وليدو صغير باش يختنو، من بعد كيقول له طبيب خلاص ختنتنو الملائكة، اسكو كاينة هذيك ولا لا؟ يعني واضح شيخ؟ اسكو واضح ولا نفهم؟ عاودنا السؤال برك؟
اطفال صغير كيجي نعم. كيجي واحد يدي وليده باش يختن له ومن بعد يقول له الطبيب يقول له مبروك عليه راه مختن. كاين يقول لك هكذا كي شغل ختنتنو الملائكه، اسكو كاينه هذه ولا مختن؟ نعم يجاوبك سؤال. الشيخ ان شاء الله سؤال واضح. بارك واضح. الله فيكم، ربي جزاكم الله الف خير، ربي يحفظ لك الذريه ان شاء الله. هل هناك اتصال؟ ام بلال السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله، منين راكي تكلمينا ام بلال؟ بارك الله في مشايخنا الكرام، زادكم الله نورا وعلما على هذه الحصه التي تنير القلوب والعقول. امين، ربي يحفظكم بلال. من وهران؟ الله يخليك ولدي، عندي سؤالين. نعم. السؤال الاول، هل يجوز في قراءه المصحف كي نكون نقرا في المصحف كاين سجدة التلاوة؟ نعم. هل نسجد في كل سجدة؟ مثلا كما نقرأ في سورة النحل فيها سجدة، وفي سورة الإسراء من وراءها فيها سجدة. نعم. هل كل ما أقرأ في المصحف أسجد أم أسجد واحدة تكفي؟ نعم. سؤال ثاني، أنا كصفتي معلمة القرآن الكريم، نعم، لما نقري الأخوات باش يعرفوا الإدغام والإخفاء ويعني كاع نقراوا القرآن الكريم في المصحف، نعم، بقلم الرصاص نكتبوا بغي بشويه رقيقه كما نقول المد الطبيعي نتاع اثنان، ديرلها تحتها اثنان غير صغيره باش تعرف بلي المد طبيعي. نعم. حركتين المد لازم ست، مثلا ندير سته غير صغيره بقلم الرصاص، ومثلا التفخيم او الترقيق نوريها كيفاش دير سهم للاعلى وسهم للاسفل. نعم. وفي الاخير نعاودوا نمسحوا كاع هذا القلم الرصاص، يعني نكتبوا بين السطور غير اشارات هكذا غير التسهيل باش يعرفوا التسهيل، يعني ساعدتهم هذه الطريقه بهذه الطريقه. واضح. هل هذا جائز ام لا؟ واضح. وجزاكم الله خير وبارك الله في مشايخنا اللي راهم ينورونا وانا نستافدوا من هذه الحصه، نستناوها بفارغ الصبر. الله يحفظكم بلال، ربي يبارك فيك، مع السلامه في حفظ الله. أم خديجة من معسكر، سلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي أم خديجة. عندي سؤالين. الأول. الأول كي عدل الأذان في الجامع في التيلي كيما أنا ندير قناة تاع مكة. نعم. ندير قناة تاع مكة كي أذن نقول كيما يقولوا ولا ما نقولش؟ نرد عليهم ولا كيما نرد؟ كيما زعما الأذان تاعنا مباشرة. يعني كي تشوفي التلفزيون. واه لا نرد عليهم كيما الأذان تاعنا مباشرة ولا لا؟ والزاوج ما فهمتش مليح، خاطر سقسيت وما فهمتش مليح، تاع ربنا لا تزغ قلوبنا وربنا لا تؤاخذنا، غير في الدعاء الا نقول امين ولا ما نقولش امين، غير في الدعاء صلاه راني عارفه ما نقولش اخذنا ولا تزغ ولا في الدعاء لا نقول امين ولا ما نقولش امين. هل تتلفظ بالامين؟ صلاني عارفه ما نقولش امين. نعم، نجاوبك الشيخ ان شاء الله. يلا كتر ممتعكم ويطول اعماركم وربي يخليكم. امين. والله يعجل ربي يديكم في الجنه ان شاء الله. آمين. في جنه فردوس. امين، انا وياكم ان شاء الله. يا والله يحرر فلسطين ويحرر كاع المسلمين. امين، والمشاهدين ان شاء الله. خير ولادي. ان شاء الله، ان شاء الله، دعينا معاكم خديجه. سعاد من فرنسا، السلام عليكم. السلام ورحمه الله. تفضلي سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. من فضلك حبيت نسقسيكم، عندي خويا توفى هنا في فرنسا. اخي نعم الله يرحمه. نويت ندير لهم البي باسكو عندي خويا واحد اخر ثاني توفى في 2021 ويما حبيت ندير لهم البير. تحفظ لهم بير. انا حبيت نتصل بكم من قبل باش يعني نعرف وين نقدر شكون نقدر نتصل به باش يوريونتيني باش نعرف وين. تحفظ لهم بير. نعم. تقدروا توجهوها شيوخنا؟ كيف حصالهم؟ نعم. شوفي السيدة سعاد. نعم. إن شاء الله في قادم الأيام إن شاء الله كاينة حصة واسمها أمة خير على قناة القرآن الكريم. نعم. تحاولي تتواصلي مع الحصة ولا نعم. ولا خلي رقمك، نعطي رقمك للمنسقين والمشرفين على الحصة ويتواصلوا معك إن شاء الله. إن شاء الله، عندي النمو تاعي تاع فرنسا. وتقدروا تعيطوا لي في الواتساب ولا في الفايبر ما كاش مشكل. خلي رقمك ونعطيه للزملاء وان شاء الله يتواصلوا معك ويدلوك ان شاء الله على هذا الخير ان شاء الله اللي يكون صدقه جاريه على الخوات تاعك الله يرحمه. الله يرضى عليكم. وانا حبيت ثاني نسال على الشيوخ على يعني كما قال شي تفاصيل، لا ممكن خلي النمو تاعي ثاني باش
يتصلوا بيا ولا نقدر نتصل بواحد فيهم يعني اللي حاضر يقدر يعاونني. ما كاش مشكل، ما كاش مشكل، خلي رقمك ويتواصلوا معك شيوخه في القريب ان شاء الله. يعطيكم ما تمنوا. بارك الله فيكم. يعطيك ويمنيك ويرضى عليك ان شاء الله. صح، بارك الله فيك. مع السلامة. كريمة من باتنا، السلام عليكم. وعليكم السلام خويا، واش راكم لاباس؟ الله يحفظك يبارك فيك يطول في عمرك. مرحبا. شيوخنا الكرام ان شاء الله. الله يحفظك. الله يحفظك يبارك فيك. يعيشك خويا. امين. خويا حبيت نسقسي على الزكاة تاع الذهب. زكاة الذهب، نعم، واش بها؟ كيما نقولوا وحدة كي تعود مش مزوجة عزبة، وعندها كيما نقولوا الذهب، عندها كيما نقولوا واحد تخلي تلبسوا هكا في المناسبات ولا، وحاطة كوتي هكا الشيء اللي مخبية تقول لك ما نعرف الزمان ولا. نعم. يعني تزكي على هذا في زوج ولا لا؟ هذيك مانيش. والذهب اللي عندك وصل للنصاب؟ اي وصل، كما نقولوا حاطه هذا كي مخبيته بجهه عندي في كما نقولوا 93 غرام. نعم. حطاته بجهه فيها مخلياته يعني هكا تكون للزمان ما نعرف. والشيء تاعي اللي نلبسه من مخلياته تاعتها كمناسبات كما نقولوا سنسله وقمات هكا. نعم. يعني يعني جزء من هذاك الذهب راكي شغل يعني لا قدر الله في المستقبل تخلي هي العقوبة الزوجه هكا كما نقول تقول ما نعرف. نعم. ربي يبارك لك في مالك ان شاء الله وفي صحتك ان شاء الله. ربي يحفظك. مع السلامه. خويا سؤالك. تفضل تفضلي. وهكا كما نقولوا تاع الزكاه لكان هي تسمى تقدر تمدوا كما نقولوا منها هكا تعود اختي هكا كما نقولوا هكا ظروفها على قدها ولا الاخ ولا ان شاء الله يجاوبك الشيخ ويوضح لك في المساله. بارك الله فيكم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. نشرع مشاهدينا الكرام في الاجابه على اسئلتكم لهذا اليوم المبارك مع فضيله الشيخ كمال بوزيدي والشيخ محمد بن زعميه. شيخنا مرحبا. ربي يحفظك يبارك فيك طول في عمرك ان شاء الله ولا يحرمنا منك ولا من الشيخ محمد وكل المشايخ. الله يجزيكم خير. الاخ عبد الكريم البويره يقول يسال على اقامه الصلاه، هل يقيم كل صلاه؟ وتكبيره الانتقال من السجود الى الركوع، هل يقولها سرا ام جهرا؟ بارك الله فيكم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإنسان يقيم الصلاة للفرائض فقط، أما النوافل لا، يعني السنن لا تقام لها الصلاة وإنما الفرائض. الفرائض هي اللي نجيب الإقامة، والإقامة نجيبوها سواء جهرا إذا كنا في جماعة وسرا أو جهرا إذا كنا نصلي فرادى، يعني كل واحد كيصلي وحده، إما يجيبها سرا المهم جابها، وإما لا جابها جهرا كذلك المهم جابها. أما لما نحب نصلي جماعة نسمعوا، لابد أن اللي يقيم الصلاة نسمعوه يقيم الصلاة جهرا، يقيمهاش سرا. أما النوافل لا، النوافل لا تقام لها الصلاة، ما نجيبوش إقامة، صلوها طول مباشرة. أما الانتقال من حركة إلى حركة، بمعنى من الوقوف إلى الركوع، وكذلك بمعنى من السجود إلى السجود ومن السجود إلى الوقوف، يعني هل نكبر سرا أو جهرا؟ نفس الشيء، إذا كنا في جماعة نكبر جهرا باش يسمعوني، انا لو كنت امام يسمعوني المامومين لازم يسمعوني، اذا في هذه الحاله لازم نجهر بها في الطحين. اما اذا كنت منفردا انا نصلي وحدي، سواء اصريت سواء قلتها انا بمعنى سرا او قلتها جهرا، المهم قلتها لنفسي انا المهم قلتها. هذا سيان في زوج جايزين، يحب يجهر الله يبارك، حب ما يجهرش الله يبارك، المهم يقولها. يعني لما ينتقل من حركه الى حركه يقول الله اكبر، ولا يجهر كما يقول الله اكبر، نفس الشيء. فهذا امر فيه ساعه، يعني هذا ليه ما دام وحده ما فيه حتى مشكل، سواء سر او جار في زوج كيف كيف. نعم. اما اذا كان مع الجماعه لا، اذا كان مع الجماعه لابد باش يسمع المامومين لو يصلي بهم هو لازم يجهر. نعم. باش يعرفوا انتقل ولا ما انتقلش، طلع ولا ما طلعش، هبط ولا ما هبطش، باش يعرفوه. فلهذا اذا الجهر يعني يكون في جماعتين، اما المنفرد يصلي وحده سواء جهر ولا جابها سرا في زوج كيف كيف. نعم. ما فيها حتى مشكل. الله يجزيك خير. ويدعينا ربي ان شاء الله تقبل الصلاه، المهم يتقبل ربي. الله يجزيك خير وربي يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. شيخنا الشيخ محمد ربي يحفظك. يسال عبد الكريم من البويره في سؤاله الثاني، عند الوضوء يعني ادعيه الوضوء
ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم يذكر أيضا هل يقولها سرا أم جهرا؟ الوضوء يعني يستحب فيه بسم الله، يعني يقول بسم الله هذا هو اللفظ. نعم. لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. يعني يكفي أن يقول بسم الله هذا هو، ولا يشرع الاستعاذة، ليس هذا موضع الاستعاذة، إنما يقول بسم الله فقط. هذا نديبة تسمية، تسمية أن يقول بسم الله هذا يكفي. نعم, نعم. بارك الله فيك. الله يكفي. عند بداية يقولها جهرا ولا سرا الشيخ محمد؟ يقولها كما يحب كما قال الشيخ فهو حر. نعم. ربي يحفظكم. إن شاء الله. عند بداية الوضوء شيخنا يقولها فقط. الوضوء. نعم. والدعاء يعني أثناء الوضوء لم يثبت فيه شيء، ولكن بعد الوضوء يعني يدعو. نعم. لأنه ثبت فيه الدعاء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نعم. نعم. بارك الله فيك. الله يجزيك خير. طيب نسأل في سؤاله الثاني أيضا شيخنا، معليش ليك شيخ، يسأل عن الطفل الصغير يعني الدهب شي طهره، والطبيب قال له راه مطهر من عند الملائكة، فهل هذا صحيح؟ يعني لم يثبت يعني في هذا نص صحيح أن الذي يولد مختونا أن الملائكة تختنه. يعني غاية ما ثبت في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ختنه جبريل، وهذا كما قال العلماء لم يصح، بعضهم يعني قال ضعفه، لم يصح في هذا، وبالتالي فلا نستطيع أن نجزم ونقول أنه هذا الملائكة ختنته الملائكة، وإنما يعني هذا أمر يعني خلقه الله سبحانه وتعالى عليه، والكيفية الله تعالى وحده أعلم بها، ولا ندخل في ما وراء ذلك لأن هذا أمر لا ينبني عليه عمل. نعم. المهم هو أمر خلقه الله تعالى عليه، كما خلق الإنسان بهذه الأصابع، خلق بهذه الأعضاء على هذا النحو، أيضا هي خلقة الله سبحانه وتعالى. نعم. ويختن في هذا الأمر شيخنا ولا ما يختن؟ لا يندب ولا. نعم. يطلب التختين، لأنه إذا كما قال العلماء كفاكم الله مؤونته. نعم. لكن بعض العلماء يقول هل يعني كما يقاس على من كان يعني أصلع يعني فيسن في حقه إمرار الموسى في الحج عندما يتحلل من الحج أو العمرة؟ نعم. أو لا يسن يعني هذا، ولكن الذي صححه أو صحح أنه لا يسن، لا يسن إمرار الموسى. نعم. عليه لأنه ولد مختونا. نعم. نعم. بارك الله فيك. الله يجزيك خير. شيخ كمال ربي يحفظكم، بلال من وهران تقول أقرأ القرآن وأجد يعني سجود التلاوة، وبعض الأحيان أنتقل إلى سورة أخرى وأجد سجود تلاوة أخرى، فتقول هل أسجد يعني مرة واحدة ولا في كلتا الحالتين أسجد؟ نعم. هو الأصل أن الإنسان كل ما مر بسجدة يسجد. نعم. ثم وهو مستحب يعني سنة ليس من فرض، إذا لم يسجد فلا إثم عليه، أما إذا سجد فله أجر على ذلك. ولهذا نقول أختي الكريمة يستحب لك ويسن في حقك أنك كل ما تمر على سجدة تسجدي، والله أعلم. نعم. بارك الله فيك. الله يجزيك خير. شيخنا أم بلال أيضا من وهران تسأل في سؤالها الثاني، تقول أنا معلمة قرآن ولدينا مصاحف نتعلم منها ويحفظ منها يعني الطلبة، فبعض الأحيان يعني نبين لهم ونوضح لهم، فبالقلم الرصاص يكتبون فوق الآيات أن هناك إدغام في الآيات أو هناك وقف أو هناك إخفاء، فيكتبونها بالقلم الرصاص بشيء خفيف هكذا، فهل يجوز الكتابة على المصحف من أجل التعلم؟ نقول في الجواب عن هذا السؤال أن المصحف يعني ينبغي أن يعظم ويكرم ويعني يحترم بلا يكتب فيه شيء من الكتابة، يعني الكتابة يعني لابد أن يتجرد المصحف للقرآن لكلمات الله سبحانه وتعالى، ولكن إذا كان بعض الأحيان يحتاجون إلى كلمات لأجل القرآن كأن يكون مثلا تفسير كلمة مثلا أو حكم من أحكام التجويد، فهذا أجازه بعض العلماء، أجازه العلماء إذا كان لحاجة القرآن الكريم، لحاجة التعلم وضبط معاني القرآن وضبط حروفه وتجويده، فهذا إن شاء الله تعالى لا حرج فيه، ولكن كما قالت بقلم الرصاص هذا هو، وعلى أنه يعني يمحى هذا الكلام إذا لم تكن محتاجة إليه، يعني تجعله في وقت الحاجة فقط. نعم. فإذا لم تعد بحاجة إليه فالأفضل أن تمحوه. نعم. نعم. بارك الله فيك. الله يجزيك خير. الحجة أم خديجة من المعسكر شيخنا تسأل تقول عند الأذان يعني نشاهد التلفزيون قناة القرآن الكريم يدير الأذان،
تقول لك المؤذن كي أذن نردد موراه ولا نسمعه برك؟ أنا تردد ما دام سمعت الأذان تردد موراه وجيب دعاء بعد الأذان اللي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة نعم والفاضل إلا كنت له شافعا يوم القيامة نعم. هذا الدعاء فلهذا هي دلالة تبع تبع وتردد كلمات اللي سمعتها من أذان مع ذلك أي تسمع تردد ولا وربي عندك أجر عليها نعم الله يتقبل منها إن شاء الله لأن الحديث جاء عاما إذا سمعتم نعم. الأذان يقولوا نعم. مثل ما يقول حكاية الأذان حكاية ألفاظ الأذان سنة لمن يستمع للأذان سواء هذا الأذان راهو تاع الصلاة ولا في مكان آخر وحتى أحيانا يكثر الأذان يعاوده مرات عدد يعاود أيضا فهو خير زيادة خير إن شاء الله نعم. والآن الأذان شيخنا وقت الأذان لنقول مثل ما يقول جينا سواء هاي خلاص جات في الصلاة هنطبقوه إن شاء الله مشاهدين الكرام يرفعوا على مسامعنا أذان صلاة المغرب للجزائر العاصمة وضواحيها فننصت لأذان الحق ونعود بإذنه تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعده تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة إن شاء الله وللصائمين أجر الصيام وباب الريان بإذنه تعالى نكمل شيخنا كمال أيضا أم خديجة من معسكر تقول أقرأ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا وأيضا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا فتقول هل أتلفظ بأمين يعني في الصلاة أو في غيرها عند قراءة القرآن نعم الإنسان لما يدعو الله سبحانه وتعالى إما
أن يقول آمين له ذلك. وهذا بدليل الذين يقرؤون الفاتحة لما يتموا بالفاتحة يقولوا آمين من لمن يعني يشرعون يعني للفاتحة قول آمين في آخر. احنا ما عندنا احنا يقولوها سرا يقولوها. فإذا مشروعية آمين بعد الدعاء موجود. ولكن كثير من الناس ما لما يدعو في آخرته يقول بمعنى في آخرته سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين آمين تقوم مقام آمين. ولهذا يجوز أن نقول آمين شو معنى آمين اللهم استجب. نعم هذا معنى آمين. فلهذا احنا نقول يجوز تقول آمين ربي سلام اللهم استجب فلا حرج عليها في ذلك لأن هذا الدعاء ونطلبوا من النبي ربي يستجب لنا ونقولوا آمين. يعني كي تصلي بهم شيخ تقول يعني سرا تقولها بحاجة خفيفة. احنا عندنا سرا. نعم. يقولوا آمين سرا ولا يجهروا به. نعم. لكن عند غيرنا يجهروا به كما الشافعية كما يروح للسعودية يروح لمصر ولا حاجة يقولوا آمين على مذهب الحنابلة والشافعية يقولوا آمين. نعم. احنا عندنا أدلة أن يكون سرا هم عندهم أدلة عندهم جهرا وهذا أمر واسع. ما نقول الله ربي إن شاء الله يعلمنا آمين ويتقبل منها إن شاء الله. إن شاء الله هذا هو صح. سيدة كريمة شيخنا شيخ محمد من باتنا تسأل تقول لدي بعض من المجوهرات من الذهب بعضها للاكتناز وبعضها للاستعمال اليومي تقول يعني هل أزكي على هذا الذهب؟ تقول الاكتناز يعني نخبيه كما قالت هي يعني العقوبة يعني لا قدر الله إن كانت ضائقة مالية ولا حاجة نبيعها ذاك الذهب ونصرف منه. نعم وش جوابك شيخنا؟ نعم الذهب إذا كان يعني مقصود منه أن تتزين به هذا الحلال ليس فيه زكاة عند عامة العلماء. جمهور العلماء يقولون ما فيه زكاة لأنه مثل الثياب والأثاث يعني يستعمل للزينة وليس المقصود به التمول يعني هذا انتفاع به وإنما تزين فقط. أما إذا كان تقصد به التمول والإخار والكنز فهذا يجب فيه زكاة إذا كان نصابا بلغ نصابا. ونصاب الذهب هو 20 دينار مثقال وبيقدارها بالوزن الحالي 85 جرام. هذا نعم. 85 جرام. نعم. تزكي شيخ. نعم. وقالت إذا حبيت يعني إذا عليها زكاة هل يجوز أن تعطي هذه الزكاة للأخت أو الأخ رغم يجوز محتاجين؟ نعم. يجوز أن تدفع الزكاة لأختها إذا كانت فقيرة وكذلك لأخيها. نعم. نعم. بشرط يكون فقير محتاج. نعم بارك. نعم. الله فيك. الله يجزيك خير. نذكركم مشاهدينا الكرام دائما بأرقام الهاتف التي تظهر أسفل الشاشة من حين إلى آخر. الزملاء حاضرون في استقبال هذه المكالمات والشيخ كمال والشيخ محمد بن زعمية في الإجابة عنها. شكون معنا؟ نزيهة من قسنطينة. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدة نزيهة. نعم سعيد حبيت عندي سؤال حبيت نسأل شيخ فيه. تفضلي تفضلي مرحبا. عندي بابا ربي يرحمه. الله يرحمه. كي كان حي كان حشك مربي كلب. الكلب هذا كان تسمى به طيشو بعيد ويؤذي الناس هذاك الكلب يؤذي الناس. ثم هو يرجع له الكلب هذاك حكمه ضربه 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 حتى مات الكلب. شكون اللي ضربه؟ شكون في هذه القضية؟ شكون اللي ضربه؟ بابا ضرب الكلب اللي كان مربيه. هو اللي كان مربيه؟ هي وكان يأذي الناس هذا الكلب؟ الكلب مات هي كان يأذي الناس يعني يتهجم على الناس؟ هي مربيه يأذي الناس. نعم على جلس ولاد الناس ثم حكموك يرجع له ده طيشو يرجع له يرجع له حكمه ضربه ضربه حتى مات. نعم واضح. الله يرحم الوالد إن شاء الله. ان شاء الله يا ربي الحكم حديثة نفهم برك في الحكم هذا وسيوه يوجهك ان شاء الله شيخ ويجاوبك ويطمنك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا سيدة نزيهة. سمية من قلمة. السلام عليكم سيدة سمية. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ عندي استفسار فيما يخص الميراث. نعم شوف. نعم ماما متوفية. شكون؟ أم ماما متوفية. الجدة. وهي الجدة وعندهم أرض. وعندهم أرض.
هي والارض هذه تما يمدوا لخوالي برك كل عام يمدوا لهم كيما تخرج المحصول يمدوه لهم صوارد. المحصول؟ المحصول اللي يتخرج يعطيوهم قسمة جداتي صوارد. نعم. بركة وجدي أب ماما إيه؟ كانوا يمدوها له ليه؟ نعم. بركة وجدي عنده ولاد وحيد أخرين من مرأة ثالثة. نعم. برك جدي توفى الله يرحمه وخلى زوج دراري. نعم. هذو الدراري سالوا مع ماما واخوالي اللي اسمها يسال من امهم والله ما يسالوش. والبنات هنا يديه ولا ما يديوش؟ يديو لا يعطيونا قسمتنا عادي. نعم. الخوالي يمدوا خالي عندي خالي حقاني حقيقي. نعم. يمد لخالاتي والماما قسمتهم. نعم. بس الخوالي هذو الزوج دراري اللي من جدي برك ما يعطيهمش. يروح للإمام بس يقسم له الصوارد يقول له ما يسالوش على خاطر جدي متوفي. نعم. اسكي صح ولا لا؟ هذوما ولادو الكل. ايه ولادو الكل ولاد جدي كامل ثنايا. ايوه عندهم امهات مختلفة. ايوه امهات مختلفة. ولكن ولادو الكل. هي بصح الامهات متوفيات ومام جدي توفى هو الاخر. الميرة تاع جدك. هي تعجبني. يسألوا كل شيخ. كل قاع ولادو. يعني هذو الابنين هذو يديو كيما يديو. يديو ولادو يديو كيما الاخرين. يديو. ايه تقول ولادو. وهذا الشيخ لو يقول لهم ما يديوش. هذا حرام عليهم كانك تعرف يا اخي لان فيها ظلم كبير في الميراث. نعم. تعرف كيف فيها ظلم ما يمدوش البنات الاخ الكبير لما يستعذر بالتالي يديها نعم. وحده وقت تشوف. نعم. الظلم لو صار في يعني في الأسر هذه. هذه. في القسمة هذه. رام ظالمين ظلم اللي ما عندوش حساب. نعم. حرام عليهم كما يقولوا حرام كبير. الله المستعان. الله يستر وخلاص. مش مزيد شيخنا؟ نعم هو أولاد الميت كلهم يعني يرثون سواء للذكر مثل حظ الأنثيين سواء كان من هذا المرة الأولى ولا مرة من الثانية ما دام التركة تاعه هو. ما دام التركة تاع هذا الإنسان. تاع الجد. تاع الجد. يعني أولاده كامل يديو سواء من المرة الأولى اللي هما أخوال السائلة. نعم. ويمها او من المراه الثانيه هذو اخوالها من المراه الثانيه. نعم هذو ثاني عندهم حق. نعم. وهذا اللي يمنحهم الحق اني ما ادري من اي شبهه جاءته. نعم. لعله يعتقد انه هذا ميراث الام لا ليس ميراث الجده هذا ميراث الجد. نعم. وكان ميراث الجده الام تاعهم يعني الجده يمكن يعني يدوا من الام تاعهم فقط ولكن هذا ميراث الجد. نعم كلهم سواء. بارك الله فيك الله يجزيك خير. نستقبل مكالمة أم محمد من الطارف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ربي يحفظك أم محمد تفضلي. آمين وربي يحفظكم وربي يبارك في قناة القرآن ويبارك في الشيوخ وإحنا تعلمنا منكم الكثير ربي يحفظكم وربي يعطيكم ما تتمنوا وفوق ما تتمنوا. آمين لنا ولكم إن شاء الله كل خير يا رب. يا رب. تفضلي أم محمد. ولدي راح نسألك شوف رحت العمرة العام 2022 كي عملنا العمرة وراح نجيب ركعتين اللي يصلوا بهم سورة الكافرون والأخرى الإخلاص. بعد أنا بديت نصلي بعد مقام إبراهيم بديت نصلي في الركعة الأولى وجتني واحدة أخت معايا عاملة العمرة قالت لي حبستني من كما نقولوا من الركعة الأولى قولي لي نبداو الركعة الأولى باه خرجت من الصلاة وقلت لها نبداو بالفاتحة الأولى والكافرون ومن بعدك الإخلاص قلت لها تلا الركعة الثانية الفاتحة والكافر. نعم. وكملت الصلاة يا هنطرش ذوك العمرة تاعي صحيحة ولا لا؟ أنت يا كملتي الركعتين ولا صليتي غير ركعة وكملتي الركعة الثانية؟ لا كملت من بعد ما خرجتني زدت عودت ركعتين منها وجديد. عاودتي ركعتين من جديد. يعطيك الصح. إيه. هادو الركعتين اللي عند مقام إبراهيم. يعطيك الصح. نعم. مرة الأولى أنا بديت بعده هي حكمتني قالت لي يا أخت كيفاه نقرأ هنا السورات اللي نقرأ بهم خرجتني من الصلاة قلت لها وزدت رجعت بس عاودت الصلاة كبرت منها وجديد وصليت الركعة الأولى وزدت الثانية. ربي يتقبل منك إن شاء الله العمرة. آمين. إن شاء الله. شفت الركعة العمرة هي صحيحة ولا لا؟ إن شاء الله ربي يتقبل منك العمرة. نطلب الشيوخ والناس اللي يسمعوا كل ولدي
انت ادعوا لي ان شاء الله بالحج ان شاء الله نخرج سنة ان شاء الله. عملت 6 مرات وسنة 7 ان شاء الله. اذا خلاني ربي حي نخرج ان شاء الله يسهلني ربي يا رب ان شاء الله. 7 ثابته ان شاء الله. ومين كل واللي على وجهه حج واللي حابين واللي حابين البلاصه هذيك ربي يوفق امك محمد. امين امين ان شاء الله ربي يلحقك ان شاء الله في القريب ان شاء الله. حاجه ملبيه ان شاء الله وتطوفي بالبيت ان شاء الله وتصلي ركعتين كما يلزم ان شاء الله ويجي يزيد ويحولك شيخ. يبارك فيك ربي يبارك فيك وربي يعطيك ما تتمنى وفوق ما تتمنى وربي يعينك ما بابا ولد. امين لنا ولكم ان شاء الله كل خير يا رب ابو محمد. امين مع السلامه. ادعينا معك دائما. خيره من غليزان. السلام عليكم. سلام اخويا خيره. الحمد لله. السلام عليك على شيوختنا. وعليكم السلام ورحمه الله. وهاتي الشيوخ يدعوا لي ربي ان شاء الله شويه راني مستمره يدعوا لي ربي ذرياتي ربي يصلحهم لي. هيا وبغيت نحط عليك واحد السؤال. شوف عندنا جنان وهذاك الجنان دايرين فيه الارانب ودايرين فيه الجاد ودايرين فيه هيا ولاو حاشاكم يطيحوا علينا القطوطه حاشاكم والقوانا. نعم. هيا راهم يقتلوا فيهم قتلوا زوج قطوطه خاطرش عيا وحدوا عليهم عيا وحدوا عليهم ما باش يبعدون. ما خلاو لنا والو هيا قتلوهم. قتلوا القطوطة؟ واه قتلوا القطوطة واه. قتلوهم؟ واه قتلوهم. قتلوا الزوج. ما شاء الله. ما خلاو لنا قلت لك لا دجاج ما خلاو لنا أرانب ما خلاو لنا والو. فسد لكم كاع الحالة. أيوا قلبوا لنا كاع الحالة والله عينا عينا هما حشاك وقوانا. باش قتلتوهم بالسم ولا بالضرب؟ لا بالسم. لا الدواء. بالسم. وداو لهم الدواء. والسم هذاك ماكلاش الدجاج والارنب؟ لا لا بعدوه ونيتو. معليش يجاوبوك الشيوخ ان شاء الله يوضحوا لك المساله. ان شاء الله ان شاء الله ربي يخليكم ان شاء الله ان شاء الله فازوا برسالنا ان شاء الله. الله يحفظك سيده خيره ربي يطول في عمرك. قول لهم قول لهم قالت لكم ادعوا لي ربي ادعوا لي ربي راني كل خطره نعيط لكم ونقول لكم ادعوا لي ربي ان شاء الله. ان شاء الله ربي يحفظك يمتعك بالصحه والعافيه يحفظ لك اولادك ان شاء الله. ربي يحفظكم انتم انا ربي امين ادعي لنا دائما واحنا ندعي لك ان شاء الله والمشاهدين يدعوا لك ان شاء الله. صحيتوا صحيتوا. مع السلامة سيدة خير. ربي يخليكم لنا إن شاء الله. مع السلامة. أم فاروق من البويرة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم فاروق. جزاكم الله عنا خيرا لهذه الحصة. أم فاروق. أنا نسمع أخي كريم. أرفعينا صوتك ربي يحفظك. أنا نسمع علي نسمع السلام عليكم أخي كريم. وعليكم السلام. أخي عندي سؤال للشيخ جزاكم الله خيرا عنا. ارفعونا الصوت هنا الله يحفظكم في الاستديو. هاني نفس صوتي عندي سؤال للشيوخ الكرام من فضلك. تفضلي ام فاروق. حبيت نسال على شراء الذهب بالتقسيط. شراء الذهب بالتقسيط. ايه باش نشوف حبيت نشريهم شويه الذهب يروح باش نشوف اذا نقدر نتفق. زملائي تواصلوا مع السيدة أم فاروق ما ناش نسمعوا فيها مليح اللي سمعناه برك شراء الذهب بالتقسيط. شوفوا تكملة السؤال معها. طيب نادية من قسنطينة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي سيدة نادية. ابني شوف أنا نغسل الإنسان. تغسلي الموتى. صحيت هنعم شوف ونخيط السترة كيجيبوا لنا نساء الرولو تسترة نخيط ندير القنجة والسروال دركا قالوا لنا ما تزيدوش تخيطوا ديروا ثلاث طراف برك وشطروا بهم المرأة. يعني تخيطوا الكفن؟ صحيح نعم. يعني حبيتي تسقسي هل يخيط الكفن ام لا؟ يعطيك الصحة افك للمرأة واجب نديروا لها القنجة والسروال ولا ما نديروش؟ الله يرحمهم ويوسع عليهم. ان شاء الله. ان شاء الله وربي اجرك ان شاء الله. امين. امين ربي يطول في عمرك ان شاء الله. شكرا سيده ناديه. مع السلامه. ام الخير من البويره السلام عليكم. ام الخير. ام الخير السلام عليكم. قناه القران الكريم. الحمد لله ربي يحفظك. الحمد لله. تفضلي. ليدي انا باغي نقول لك تقصيك جبت عمره عندي رمضان اللي فات رمضان الاول جبت عمره ورحت وحدي الحقيقه. نعم. وسخفيت وقالوا لي إيه تجوزي تروحي وحدك ما عنديش انا مع مبرور بدون محرم. اي أيوة والله. نعم. ودوك كي رحت كل واحد واش يقول؟ قول صح قول لا لا قالوا. وكي رجعتي يقولوا لك ماهيش مقبوله العمره تاعك راحت بدون محرم. اي أيوة والله وانا سخفت الشيوخ عيطت لكم ليكم سخفت الشيوخ وقالوا لي ايه.
يجاوبوك ويوضحوا لك ان شاء الله في المساله، وسمعي كلام الشيوخه ما تسمعيش منه ومن الله يحفظك، عمره مقبوله ان شاء الله. ادعوا لي ان شاء الله تجيب حجه، ادعوا لي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله جميع المشاهدين واللي يطلب منا ان شاء الله ربي يلحقه ان شاء الله في القريب ان شاء الله، حاج ملبي ان شاء الله يطوفوا بالبيت الحرام ان شاء الله ويصلي ويشرب من زمزم ان شاء الله. ونجيب، شكرا مليكه من نعامه. ونجيب ان شاء الله. مليكه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الشيوخ كراكم لاباس؟ ربي يحفظك سيده مليكه. والله نورتونا بحول الله تعالى، والله كي نشوفكم كلي مانيش عارفه واش نتصوروا. الله يفرحك دائما ان شاء الله. شوف عندي واحد السؤال نفس الاسبوع الماضي. اللي هو؟ قبل الاسبوع الماضي. اللي هو؟ واحد السؤال سقسي تعريف ولكن في الجواب انا ما كنتش كانوا عندي ضياف وذا، ايه قطعوا لي الوقت. معليش تفضلي اسالي السؤال تاعك. سقسي تاعي على الصلاة، يعني كنت راني مريضة وما نقدرش وعندي شغل نتاع الدار وعندي تعرف المسؤولية أكثر من الجهد. نعم، وشنو هو؟ وش بها الصلاة؟ وعندي الصلاة بعدين نقضي النهار بخوه، يعني مثلا الصبح مع الصبح، الظهر مع الظهر، العصر مع العصر، وهكذا. إيه. هل يجوز ولا لا؟ أنا خاطر راني مريضة، عندي شوي تعبان، عندي الأعصاب، عندي تصلب بالويش وما نقدرش، قاعد نقول نكعز ونوض بالك نقول نقرا من النهار في الواقف، يومي في النهار بصح ما نقدرش. وراكي تصلي واقفة ولا قاعدة؟ لا نصلي واقفة، غير واش هو ما عنديش المجهود نتاع مثلا عندي البز، عندي الدار، عندي الحاج، فالمسؤولية أكثر من جهدي. يعني راكي تعوضي نهار واحد برك. واش مثلا إذا كان نصلي نهار مثلا نصلي الصبح؟ أنا نسألك بالدليل في الفصحى، نصلي الصبح. نعم. الظهر العصر المغرب والعشاء هكذا. واضح، ربي يتقبل منك ان شاء الله. في هذه انا وعمتي في هذه المرحله قالنا نفس السؤال. واضح، ربي يتقبل منك وربي يقدرك ويقويك ان شاء الله. امين يا ربي وياكم ان شاء الله، يرحم والديكم والديك ان شاء الله، يطول في عمرك سيده. صحيت وبارك الله فيك مليكه، ربي يحفظك، مع السلامه. شيخنا ربي يحفظك، شيخ كمال. آمين. شيخ محمد. مرحبا. معك هذا السؤال إن شاء الله. سيدة نزيهة من قسنطينة تقول الوالد كان أكرمكم الله مربي كلب، وهذاك الكلب كان يأذي يعني الصغير والكبير في الحي، واشتكوا منه عدة مرات، فالوالد الله يرحمه اداه هذاك الكلب، اداه رماه بعيد، لكن بعد أيام رجع هذاك الكلب مرة أخرى للمنزل، فالوالد الله يرحمه تأذى من الجيران وخاف من الأولاد، فقام بضربه حتى الممات. فتقول لك الآن هل على الوالد شيء؟ وعلى كل حال هو يعني الكلب إذا كان الكلب العاقور هذا يجوز قتله، يجوز قتله كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، قنص فواسق يعني يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الكلب العاقور والحية والعقرب والغراب وهذه أشياء الفأر، لكن القتل هذا ينبغي أن يكون بإحسان، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. نعم. يعني ما يكونش فيه تعذيب للحيوان وحتى الإنسان والحيوان، القتل لابد أن يكون فيه احترام لهذا الإنسان بأن لا يعذب، فلا يقتل مثلا بالنار، جاء في الحديث لا يعذب بالنار إلا رب النار. نعم. ولا يقتل صبرا، يعني كان يعني مثلا يعطوا يخلوه معلق هكذا بدون طعام يموت هكذا بالجوع او بالعطش، هذا ايضا. وايضا هذا الضرب يعني هذا اذا كان وسيله ايضا فيها عنف وفيها إذاء لا يجوز كذلك، لكن لو فعله هذا جاهلا او لم يكن علم فنرجو ان لا يكون عليه شيء، ويستغفر له الله تعالى ويتصدق عليه ولا شيء عليه إن شاء الله. نفس السؤال للسيدة خيرة أيضا تقول أنا نربي الجاج ونربي الأرانب في حديقة المنزل، لكن القطط تتهجم على هذه الدجاجات وتتهجم على الأرانب، فيعني تفسد لهم يعني وتروح لهم الأعشاش. الحيوانات إذا كانت يعني تؤذي القطط في طعامهم وكذا، ولو كانت ممن يتربى في البيت. نعم. لكن إذا كان حدث منها إذاء لا بأس من التخلص بها منها، ولكن أيضا بطريقة. والسم هذا قتل بالسم عادي؟ السم إذا لم يجدوا طريقة أخرى لا بأس، يعني هو أهون من الضرب. نعم. بارك الله فيك، الله يجزيك خير. شيخنا أم محمد من الطائف تقول لك رحت العمرة في 2022، كملنا الطواف، رحنا المقام إبراهيم نصلي والزوج ركعات،
في الركعه الاولى الحاجه اللي راهي معايا نسيت وش تصلي في الركعه الاولى والثانيه، قطعت لها الصلاه تاعها، فتقول لك وضحت لها انها تقرا بالكافرون والاخلاص هكذا شيخ، تقرا بالكافرون والاخلاص، تقول لك الان عاود صليت الركعتين هذو كما يلزم، لكن دائما الشكوك حول هذه العمره هل هي مقبوله ام لا، بتوضحوا لها شيخ وادعوا لها بالحج ان شاء الله. يتقبل ان شاء الله ان شاء الله يرزقها الحج كما امين يا رب. امين يا رب. ولكن شوف الجهل يعني هي يشوف فيها تصلي. ايه كيفاش توقفها باش تقول لها واش نصلوا؟ ايه هي تانيك الاخرى خافت العمره تاعها تروح. ايه ولكن خليها تكمل ركعتين تاعها ثم نسالها ولا ودي واش نقراوا فيها، وهي راهي تربي معنا. عارف الانسان لما يقول الله اكبر ان الله ينظر اليه. نعم. معناتك زقيت للمولانا. قال يا ربي اني معك. وربي راهو معاه. سبحان الله. ثم اذا به يقطع، ما يحبش مولانا هكذا يقطع بلاش. حب الانسان بقانون. واحد يكسر معاه بقول له السلام عليكم. اش ما تقطع معاه؟ هكذاك خاش كي تقول الله اكبر راك ناديت مولانا ويسمعك. راك متصل بالمولى عز وجل. خلاص اقبلت المولانا. عليه واقبل عليك. نعم. وربي الان ويشوف فيك. راك زقيت له ويشوف فيك وين تبع. ما صحش بما تقول له واحد تقول له تقول له مرحبا بك ما تدور وجهك تروح ما يصحش. ولله المثل الاعلى. ولهذا احنا نقولوا الاصل الانسان لما يكون مشغول لا يشغله. هذا هو مشغول مع ربي ما تشغلوش. مش تجي تقطع له الصلاه على حاجه بسيطه اللي انت قادر بعد كي يكمل الصلاه تساله ما فيها حتى مشكل. مش مزروبه. مش حاجه تاع فيها خاطر فيها كذا باش الانسان يقطع الصلاه من اجلها حتى باش يحقق له هذاك الشيء لانه في خطوره. لا هذا المفروض ومفروض هي ما كانش تقطع ما تسمعلهاش. المفروض تكمل ما تسمعلهاش راهي مع ربي سبحانه وتعالى تكمل الصلاه تاعها ومن بعد تلها بها. نعم. والان حدثت صلاه دوك صلاه ربي يغفر لها استغفر الله سبحانه وتعالى ربي يغفر لها الشيء اللي دارته مش مليح. وهذاك الشيء اللي كما نقولوا هي اللي تسببت فيها كذلك تستغفر ربي سبحانه وتعالى. نعم. لان هي تسببت لها في انقطاع العلاقه بينها وبين ربي سبحانه وتعالى. ولكن بالرغم انها يعني قطعت هذيك الصلاه وعودتها كي عودت الصلاه مزيه كي عودتها فاقول ما عندها حتى علاقه ان شاء الله الان بالعمره تاعك ما دام صليتيها كامله خلاص. بما جبتي ما هو المطلوب من عندك انت خلاص. تمت وان شاء الله العمره تاعك مقبوله وربي يتقبل منا ومنها وتدعي لنا وخلاص وربي يتقبل. ان شاء الله تروح للحج ان شاء الله. ايه وان شاء الله ان شاء الله تروح للحج يا رب. ان شاء الله. هي واليوم باغيين مشاكل ان شاء الله. مشوقين. ايه مشوقين مساكن. ايه. ان شاء الله يا رب ربي يلحق كل واحد يا رب. كل واحد يا رب. ان شاء الله. نعم. شيخ محمد ايضا ان شاء الله في القريب ان شاء الله ان شاء الله يا رب. ام فاروق من البويرة تسالوا عن شراء الذهب بالتقسيط. هل يجوز ام لا؟ هذا وش فهمنا من السؤال؟ نعم. لانه كانت المكالمه ناقصه شويه وش نجاوبوها شيء؟ نعم هذه المساله فيها الخلاف قديما وحديثا. يعني هناك من اجاز بيع الذهب بالتقسيط اذا كان الذهب مسكوكا ولم يعد نقودا. اذا لم يعد نقود كما هو الحال الان فاجازه بعض العلماء كالشيخ ابن تيميه وابن القيم وكذلك كثير من العلماء المعاصرين. ولهذا إذا كان نقول الإنسان فعلا بعض الحالات يحتاج إلى هذه الحالة إلى هذه المعاملة وليس له من ذلك بد فلا بأس أن يأخذ بهذا القول وهو قول معتبر في الفقه الإسلامي. ولهذا نحن نستفيد من الخلاف بين العلماء في هذه المسائل. والله نسأل أن يوفقنا جميعا لمرضاته. آمين. آمين آمين بارك الله فيك. الله يجزيك خير. سيدنا هذه في هضرنا عليها امس البارح. نعم بارك الله فيك. اخي قلنا بما احسن شيء هما يعملوا بها مليح يستقبل هذوك الاقساط يوم يدفعوا له هما على حال لان الان السلعه راهي معينه خلاها على اسم فلان. نعم. هما يدفعوا له الاقساط لما يكملوا الاقساط تاعهم عاود يجي فلان هذاك الزبون يجي عند الصانع يوم يبيع يعطي له المال تاعو كاملا يقول له هاك مالك الان. هاي السلعة يد بيد، أعطني المال وهاك السلعة تاعك. نعم. هذا خرجنا من الخلاف خلاص. شغل كان يخبي عنده. إيه لأن كما قلنا كما ذكر الشيخ محمد هذا يكون مطلوب، هذا هو البيع بالتقسيط مطلوب، ولكن هذا ما كانش منه. نعم. على ما كانش منه، ما كان حتى سياق يمد السلعة تاعو ويبيعها بالتقسيط، كان الشعب تاعنا الله غالب فيهم الصالح وفيهم الطالح. نعم. كان يشد الذهب هذاك ما يجيش يخلصوا. ما يجيش يبان. ما يجيش يبان خلاص، فلذلك الصياغ اليوم ما يعطيلوش، عنده حق. خاف على سلعته فلذلك احسن معامله هو هذا هو انه يشد عليه
يصبح دين، مساحة هذاك المصير يصبح دين عنده خشوة أمانة، ويعطي له فاتورة، يجب المفروض يعطي له وصل، كل ما يدفع له يعطي له وصل عليها. نعم. يعني مفروض يعطي له وصل لما يكتمل المال هذا كاملا، ذاك الوقت لما يجي فلان يقول له هاو المال كمان أعطيته كاملا، الآن يقول الآن نبيعه هاك المال تاعك وهاي السلعة هاو الثمن تاعها، أعطني المال تاعي هاك السلعة تاعك وانتهى الأمر، وحنا فريناها وما كان حتى مشكل الآن، خرجنا منها. نعم. أما كما مثلا الثلاجات يوم يدوا ثلاجات ما يخلصوا بالعقل إلا الذهب، إلى الذهب اللي ما يمدوش الأجهزة المنزلية، هو هذا التقسيط اللي أنا نقول عليه تقسيط شكلي موش تقسيط حقيقي بالتقسيط، لأن هذا كانوا يحط أمانة عنده أو يعطي بالتقسيط أمانة عنده، خش ما تدوله واش باع، ما باع والو، مش ما داش الذهب تاعو راهو عنده ما داش، وإنما هو لو هو كأنه هو لو يسلف له أو يعطي له ويسلف له حتى يكمل المال هذاك، باش يجي بعد في آخر المطاف لما يكمل المال هذا يقول فلان هاك هاي المال خلاص هو كمل هاك دراهمك وهي السلعة الآن باش نبيع لك هاك أعطيني تبادل هكذا شيخ محمد، باش هكذا خرجنا من هكذا ما فيهاش نقاش كاع خرجنا من المشكلة. نعم. أما باش نعطوا له الذهب هم جربوها المساكن الصياغين بكري أعطوا لهم كان اللي صح يعني التزموا، وكان كثير منهم ساكن يدوا الذهب ما يزيدش يولوا وما يغرمونهمش. نعم. وما يدفعوش الأقساط شيخنا، إذا مثلا أو على الأقل حتى ولو يعرفوا ويعلموا يولي في شراء معاه، ولذلك دفعا لهذه المشاكل هذه يقول لك يا خويا طريقه هذه احسن لي. واذا جات مثلا سيده تقول له يعني راح نشري خاتم ذهب وراه يتحط يعني على الخاتم هذاك وتحط له المبلغ بالتقسيط، مازال ما رفدتش هذاك الخاتم، لكن كي يكمل الاخر تقول له لا هذه نديها مسايسه ولا نديها قرمات، هل يجوز؟ خلاص انا يا اخي الدراهم هذه شد دراهم هي شدهم اعطني دراهمي بعدين نخير واش نحب. نعم. قال بي معنى الله هذا أعطيني هام دراهمي يعني أعطيني ثمن هذا الخاتم هذاك ما نديش ندي كما يقول المسايس هذه ولا مسايس دوك هو الأرضع خاش مفروض المسلمون عند شروطهم. نعم. خاش حنا بنينا على هذا، هذا مجوح دخلين شيوا قلت لهم لا راهو محكوم ما نكذبش على الناس بعد بانتيا في آخر ما تقول لي ما نديش دوك إلا هو أرضع خلاص ما قلنا والو صحيح لا ما رضاش تقعد بمعنى المسلمون عند شروطهم لما انت عينتي وانا حبسته من اجلك وما خليتوش يتبع من اجلك من بعد تقول لي في اخره علاش جاب العربون بيع العربون هذه المسائل هذه. نعم. خاش يضروا بالبيع يضروا، لما انت تجي تشري سياره وتقول له نعطيك عرب من بلا عربون تقول له خلاص شدها نجي نشري عليك من السمانه الجايه ولا حاجه، هو شدها مسكين ويجي واحد هذه للبيع يقولوا لا، يقول يجي جواز هذه للبيع يقولوا لا، والسوق طالع مليح من بعد في اخر 15 يوم ما يبانش من بعد يجي يقول يا ودي اسمح لي ما قدرتش نشريها والسوق طاح، شكون لك يعطي له هذاك الفرق؟ صح ضر به، فلذلك العربون جاء رفع الضرر ودفع الضرر عن البيع وعن المشتري نفس الشيء، حتى المشتري البيع نفس الشيء يقول له يضر في احيان المشتري ما بيبيعلوش. نعم. يخليها عنده من بعد مسكين الاخر يروح للسوق يحد يطلع السوق يطلع غش باع يقول له اني غيرت رايي والسوق طلع وهذاك مسكين كي كان السوق طايح كان قادر يشري واحده اخرى على ما قلتيش من قبل، حتى هو نضر نفس الشيء لازم التعويض عن الضرر، تعويض عن الضرر باش من عربون. نعم والله اعلم. هذا ربي يجيب الخير ان شاء الله. الله يجزيك خير شيخ كمال. سقسيك انت. ايه. السيده ناديه من قسنطينه تقول اغسل الموتى من النساء وفي عادتنا انه نخيطوا لهم قمجه وسروال، لكن اخبروهم انه هذا الفعل غير صحيح فتكفنوهم برك بالقماش يعني تدوروا عليهم بالقماش، فوش نقول لهم سيدي؟ من الذي قال بالمنع؟ شكون اللي قال بالمنع؟ ما يجوش. يمكن من عوام الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم فينا في ثوبه. هاي وش رايك؟ صلى الله عليه وسلم. واحنا ماذا بينا انه كان مثلا نعرف لي القنظور تاعي اللي قبلها ربي بيا مثلا كحاج ولا كمعتمر ولا كمصلي يدفنوني بها. ربي يطول في عمرك. يدفنوني بها ويزيدوا لي كما نقول الكفن مورا فوقها. على الاقل كما قالوا الفقهاء هذا عباره عن فعل. وعلى الاقل لما يشوفوني الملائكه ما يشوفوا هذاك الثوب تاع الخير بالك لعل ربي يتجاوز عليه. او بالاحرام. او بالاحرام معناه الاحرام ماكش مثلا الاحرام. نعم. الاحرام. هذا بمعنى الانسان يتفائل. وعلى نستقبلوا القبله تفعلوا به وعلى يغسلوا له لعل هذا ونغسل هاو دار الجمعه غسل الجمعه جاء ماشي المسجد او مات
علينا عاود نغسله او اغسل انا نغسله ها غسل وتطهر ومسكين دار احسن ثياب قاصد بيت الله مباشره في نص الطريق مات ما لحقش بيت الله مات ولكن عاود نغسل قالوا لي ماذا قال لك هذاك الغسل نفس الشيء هو عباره بمعنى فعل تطهير يعني تطهير يعني الذنوب تاع الدنيا هذه يدخل الاخره كما نقولوا بشكل جديد سبحان الله يعني بماء جديد طهاره جديده وبجسم جديد ولعل ان شاء الله هذه تكون كل الذنوب هذه تكون راحت تاع الدنيا هذه ويدخل ان شاء الله بالحسنات وصافي هذا الفعل نفس الشيء يعني يجوز واحد يعني يدير وصيه هكذا عند وفاتي يعني تكفنوني بالاحرام نتاعي ولا بالقميص اللي نروح به المسجد يا اخي عارف ابو ذر الغفاري اسمه باش دفنوه رضي الله عنه باش دفنوه كل واحد جاب له البرد برنوس باش قالوا لا لا تاعك انت واش يخدم قالوا لا لا وانت قالوا هذه خيط ثاني ما ودي كذا دفنوه بالبرنوس مخيط تاع قالوا دفنوني بهذا الصحابي في الصحيح كان في حال الصحابي الذي راى النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اهدت له امراه من الانصار برده راته محتاجا اليها فلبسها صلى الله عليه وسلم فلما سلم من الصلاه قال له بعض الصحابه ما احسنها يا رسول الله اكسونيها فدخل البيت النبي صلى الله عليه وسلم وطوى الثوب وجاء به الى الرجل فلما جاء به الرجل يعني اخذه جاء بعض الصحابه يوبخونه على ذلك يقول عيب يعني انت تعلم بان رسول الله لا يرد السائلين وانت تعلم بانه كان محتاج اليها محتاج اليها قال والله ما سالت لألبسها ولكن لان تكون كفني حين شايف كيفاش سبحان الله إيه. من اين لهم هذا الكلام هذا يعني برك يلا قول برك وخلاص ولكن حتى هذو يسمعوا نعم ما يسمعوش من اهل الخبره ما يسمعوش من اهل العلم اي واحد عجوزه سمعت قالت ما يجوز تسمع تاخذ رايها مره لقاتها في الحمام قالت لها لا هكذا تاخذ رايها اتقوا الله يا خذوا انتم العلم او الاحكام من اهلها ماشي من اي واحد يقول لكم تاخذوه نعم. كما نشوفوا في التليفون اي حاجه واش يقولوا الداخلية يمنوا به نعم. لا لابد الانسان يتحرى يتحرى ما يسمعش برك يتحرى ويتحقق من هذه الامور هذه لان هذه راهو دين وهذا الدين الانسان يعرف من ياخذه ربي علمنا خلاص ربي يطول في عمرك شيخ كمال بارك فيك ان شاء الله بيض شيخ محمد ربي يطول في عمرك ان شاء الله يمتعكم بالصحه والعافيه والراحه ان شاء الله بارك فيك المشاهدين الكرام ربي يحفظكم ايضا ام الخير من البويره شيخنا شيخ محمد تقول ذهبت الى العمره وعند الرجوع من العمره قالوا لها رحتي بلا محرم والان مسكينه راهي متحيره وتقول هذه العمره هي مقبوله ماشي مقبوله وش ندير نقول لها يا اختي لا تتحيري ولا تقلقي فأنت ذهبت إلى العمرة بوجه صحيح وسمعت من أفتاك بهذا وبالجواز وهذا الذي نقول به أن المرأة يجوز لها أن تسافر مع الرفقة المأمونة إذا كانت مأمونة في نفسها ومع رفقة مأمونة هذا جائز بلا حرج لأن المحرم شرع من أجل تأمين المرأة في السفر وما دام التأمين لها في السفر يحصل بالرفقة المأمونة فهذا يقوم مقام المحرم الشرعي ونقول سفرها إن شاء الله في طاعة وعمرتها صحيحة ونسأل الله تعالى أن يتقبل منها ومن آمين 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 ويتقبل من الجميع آمين. إن شاء الله سيدة مريكة شيخنا من النعامة تقول أنا مريضة ولدي صلاة فائتة وأصلي يعني أعوض يوم واحد مع اليوم الذي أصلي فيه الصلاة المفروضة فهل هذا فيه الأمر فيه سعة؟ تقلقت مسكينة نقول لها نعم الإنسان يأتي بإنسان بكل ما أتاه الله من قوة احنا نقول القدرة والذكر الإنسان ما عندوش قدرة باش يغرم أكثر من نهار ما نكلفوش أمر غير مطاق ما نكلفوش مسكين بحاجة مش قادر عليها لا ربي قال فاتقوا الله ما استطعتم والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا به ما استطعتم فإذن القدرة هنا هذا واش تقدر للأسف هذا واش قدرت من قوة هذا واش عندها من إمكانيات باش تقدر تقدم لله سبحانه وتعالى من القضاء إلا يوم واحد لأنها عاجزة باش تزيد عليه خلاص واش نقول لها نقولها صلي كما راك ديري مادام ما فيش قادرة صلي كما راك ديري وربي يتقبل إن شاء الله نهار بنهار وربي نهار ربي يعني يديك الصحة ويديك العافية أغرمي أكثر يعني قد ما تقدر يتغرمي مليح وربي يتقبل منا ومنها إن شاء الله آمين يا رب نستقبل مكالمة السيدة سامية من قسنطينة السلام عليكم سيدة سامية هل أنت معنا؟ طيب كاين اتصال؟
سيدنا الشيوخ. تفضلي. عندي بنتي عمرها 44 خرجت في القرعه تاع الخدمه. 44 قالوا لها لازم لك المحرم، هيا جوز تروح لا محرم، والله لازم لها المحرم. عمره ولا حجه الحجه؟ عمره خرجت في الخدمه. نزيدوا نجاوبوا على السؤال هذا. جاوبوا. والسؤال الثاني عندي. تفضلي. عندي خويا ديما مع المراه تاعو يتهمها بالشعر تاعها ونسبها ويهضر لها كلام كيما قال فاحش. ما عجينا نوض فيه يجيبها يامات ينوض فيها ومن بعد يولي يعود يحاول فيها وسامحيني سامحيني. شحال عندهم زواج؟ عندهم 28 سنة. لا حول ولا قوة. وعنده أولاد كبار؟ عنده عامين بس ملي أدهك. عنده الكبير تاعو مولا 26 والصغيرة مولا 17. وشحال بيناتهم في العمر؟ خويا ولا المدام تاعو؟ إيه. بيناتهم هو زايد في 1973 أربع سنين ولا خمسة. هذا الأخ تاعك؟ أنا عندي. ربي يهديهم إن شاء الله ويصلحهم إن شاء الله. آمين. إن شاء الله. ربي يحفظك سيدة سميرة. مع السلامة. هي بنت فميلة. ربي يحفظها. ربي يحفظها. معليش. ربي يقدر إن شاء الله. الله المستعان. آمين. طيب. شيخنا. نعم. بنتها خرجت في العمرة. أي نعم. 44 سنة. هذا كما قلنا سابقا، كما ذاك الآن افتتح شيخ محمد. نعم. إحنا المحرم هي اللي يسموها الجماعة الآمنة. لما تكون جماعة آمنة خلاص هذاك هو المحرم. يقوم على شنو المحرم؟ على جل الخوف، على جل الاعتداء، على جل الطرق، على جل كذا. احنا ديجا طريق آمنة وفيها الجماعة الآمنة، هذيك هي المحرم تاعها. الجماعة الآمنة هي يجوز تروح مع جماعة آمنة والعمرة صحيحة إن شاء الله. إن شاء الله. ما تكسر راسها ولا شيء وما تسمعش بزاف. إن شاء الله. لأن كاين بعض الناس يقولها لا إذا ما راحش معك المحرم العمرة تاعك باطلة وعندك الإثم وحرام عليك واش درتي ولا مالك حتى شيء. ربي يتقبل إن شاء الله. ربي يتقبل إن شاء الله ولا تدعي لنا وهذاك مكان. هذا مكان. مكان. إن شاء الله يا ربي. الأخ نتاعها شيخنا يتهم زوجته يعني في شرفها وال يعني والأخت نتاعو تزكيها وتشهد أنه بصلاحها وعفتها. فماذا تنصحونه بارك الله فيكم؟ والله نشكر هذه السائلة الكريمة بارك الله فيها. يعني هي أخت هذا الزوج يعني جات تعاطفت مع زوجة أخيها ولم تتعاطف مع أخيها لأنه ظالم. نعم. فجزاه الله خير، هذا دليل على أنها امرأة عادلة ومقسطة والله سبحانه يحب المقسطين، فلنبشرها بمحبة الله تعالى. وأما أخو هذا فهو ظالم آثم، عليه التوبة وأن يطلب من هذا الزوجة كذلك أن تعفو عنه. بارك الله فيك شيخنا، الله يحفظك. بارك الله فيك شيخ كمال، الله يحفظكم. الله يجزيكم خير. شكرا لكم انتم مشاهدينا الكرام، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.